المرشح الجمهوري دونالد ترامب المثير للجدل بخطابه المناهض للمهاجرين والمسلمين يخرج من امتحان انتخابات الثلاثاء الكبير الثاني بفوز ساحق على منافسه ماركو روبيو في معقله في ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى فوز في ولاية إلينوا وكارولينا الشمالية على الأقل، فيما خسر المنافسة في ولاية أوايو أمام جون كيسيك. ترامب قال: يجب أن نعيد الوحدة إلى صفوف حزبنا، لدينا شيء يحدث يجعل من الحزب الجمهوري ربما أعظم حدث سياسي في كل أرجاء العالم. الكل يكتب عنه في كل أنحاء أوروبا والعالم، والملايين من الناس يأتون للتصويت هنا. الجمهوري ماركو روبيو أعلن بمجرد أخذه علما بهزيمته في ولايته فلوريدا انسحابه من التنافس على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، محترما خيارات الناخبين ومحذرا بالقول إن السياسة القائمة على إثارة الضغينة ضد أناس آخرين لن تتسبب في إحداث تصدعات داخل الحزب فحسب، بل أيضا داخل الأمة، حيث سيكره الناس بعضهم بعضا بسبب تباين آرائهم السياسية. أن نصل إلى هذه الوضعية ليس بالأمر المفاجئ، لأن المؤشرات عنه موجودة منذ نحو 10 أعوام. الجمهوري جون كيسيك حقق أول فوز له في الانتخابات التمهيدية في ولاية أوايو، واغتنم الفرصة لتقديم نفسه بديلا يتحلى بروح المسؤولية والتوازن مقارنة بمنافسيه الجمهوريين.